كل عام وانتم بخير. حلى العيد من وين؟ اكيد من بسطة تمر. اجل من وين؟ وجهزوا لكم الباكيجات على 100 ريال، في 3 اصناف وفي ابو 4 اصناف ما شاء الله. اوه والبضاعة اللي وصلت من الكويت اكثر من 20 صنف، حلويات الشمالي بنصورها الحين توا واصلة. هذه البوكسات مال التجربة، تجربة ها، في حلبة التين بالتمر، كيكة البرتقال والشوكولاتة، ها شوف شوف هذا كله هني مال تجربة، حتى التمر تجرب. وين؟ 20 نوع وزيادة على الشمالي. تفضل درابيل الكيكة هذه تونا ماخذين واحدة، ها شوف 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 كل هذا على الشمالي واصل من الكويت اليوم، واصل اليوم اليوم أكثر من 50 تشكيلة. شوف حميدة موجود طبعا، غني عن التعريف حميدة. الله 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 ما شاء الله. شوف 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 شغلات الأردن مع الأردن، البقلاوات الحلاوات. الله 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 الله. شوف 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 صحيح محل يشرف الواحد يجي ياخذ من عنده الضيافة، شي بياض وجه. شوف ها وينك اللي تدور على الكيك، ها كيك التمر الشوكولاتة والفانيلا. شوف أكثر من 50 نوع. شوف 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 الصندوق ده، شوف البوكس ها شوف ها، هذا ما تشرف يجيك ضيوف ها تاخذ هذه، هذا لو يقدر ما أفلت العلبة. شوف ها وايش نروح حتة تانية، ترى المحل على انه صغير بس البضاعة واجد لا يغرك الحجم، والبيت ما شاء الله عمره هذا 125 سنة مثل خنيزي. خلنا نروح نراويكم حاجة بعد ثانية. لما تيجي بسطة التمر بتشوف بابين، هذاك باب وهذا باب ثاني. ليش؟ لأن هذا قسم التمور، واللي يدور التمور بالمكسرات أكيد مالك إلا بسطة التمر. ها ضاوع طالع شوف. أو بنراويهم حجرة الشاي، في حجرة بس خاصة للشاي لهوات الشاي، بنراويكم غرفة الشاي دقيقة بس. هذه بعد ويش تمور بالمكسرات، وهذا من اللي يدور عليه هذا المجنوز الخلاص الحساوي الدرجة أولى سوبر جامبو والجامبو. داهو يغششني في أدوني راعي المحل يقول لي هذه غرفة الشاي، شوف وش حلاوتها. أي واحد هاوي شاي مشروبات هذه موجودة هني، شاي التلقيمة. شو أبسكت أنا، اللي يعرف لك شاي من الصورة يعرف، من الصورة يعرف شرابين الشاي. ها شوف أبو مجيد وين اللي مرسوم عليه العراقي؟ خلص خفا اللي مرسوم عليه الشاي بالعراقي.